عندنا 7 حالات في مباراه النصر وابها. نبدا بابو زيد. اتفضل عندك يلا. الحاله ده ما يمشي. حنبدا طبعا الحكم المجري فكتور كساي معروف طبعا عندنا من 2008 ويجي عندنا يعني حتى ايه. قبل الاستعانه بالحكم هنا طبعا كان في خطا واستغرب يعني خارج طبعا منطقه الجزاء كان المفروض يعلن عن ركله حره مباشره. الحكم يعني هنا قفز على المنافس ما في كلام واضح لكن الحكم اعلن على استمرار اللعب في الدقيقه الاولى وقرار خاطئ من الحكم يعني لحسن حظه انه ممكن كانت خارج المنطقه ولكن المفروض الان عن ركله حره مباشره لمصلحه المهاجم النصر. بشكل سريع ابو زيد في الحالات هذه الفار ما يتدخل؟ لا ما يتدخل الا لو كان دخل 18 وكان أيه. ممكن يقول له شوف هي ركله ولا مش ركله اي فاول لا ركلات الحره المباشره الا جميل. لو كان ابها سجل هدف بعدين من نفس اللعبه ذي وترتب حيرجعوا للقطه. جميل. طيب الحاله اللي بعدها هنروح للدي 11 تقريبا في حاله سقوط داخل منطقه الجزاء. احنا طبعا بنهتم بكل حالات السقوط من المهاجمين لان هي دي الحالات منطقه الجزاء تعتبر منطقه شوف هنا الكره حصل عليها المدافع هو مش مدافع لكن المدافع وصلت الكره عنده انا كنت فاكره مرابط لكن هو نفس الستايل لكن هنا الحصول على الكره في هذا في هذه الحاله يعفي اللاعب نهائيا من احتساب اي مخالفه عليه وبالتالي استمرار اللعب هو القرار الصحيح. الحاله الثالثه حنشوف بعدها في الدقيقه تقريبا 40 كان في انذار اللاعب ابها ونشوف هل في خطا لمصلحه النصر والحكم برضو على استمرار اللعب وحنشوف من هنا مستمر اللعب هنا حنشوف في الاعاده بتكون في السحب دقيقه 19 نعم اسف نعم وانا كنت احسب على الحكم لا هنا شوف من هنا شوف واضح من هنا كان في مسك لكن برضو خارج المنطقه مسك واضح وصريح المفروض برضو الان عن ركله حره مباشره ولكن الحكم لم يشاهدها ولا المساعد ساعد وبالتالي خطا لم يعلن عنه مصلحه كابتن مرابط خارج منطقه الجزاء قرار خاطئ من الحكم. طيب حنوصل هنا لركلة الجزاء. الحقيقة يعني أنا مستغرب إنه اللعب استمر الحكم كان عايز يحسب شيء وبعدين تراجع لكن هو عشان عارف إنه عنده الفار وبالتالي يعني هي اللعبة واضحة الحقيقة لكن هو وبالتالي هو ترك اللعب يستمر لغاية لما راحت الكرة في منتصف الملعب وده طبيعي وراحت لواحد من مدافعين النصر بعيد عن منطقة الجزاء فالناس متعوده انه الحكم ما يرجعش للفار الا لما اللعب يقف. صحيح. لكن هنا 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 طبيعي جدا الحكم هي راحت الكره على ما اتذكر كانت مع المهاجم المهاجم النصراوي راحت في نص الملعب على خط نص الملعب لو كملت الحاله هتلاقيها هو انتظر لما راحت بعيد وانتهت الهجمه. ليش ما صفر بعد ما لانه هو مش عايز يوقف طلعت اللعب. الكره هقول لك ليه مش عايز يوقف اللعب لو وقف اللعب واتضح انها مش ركله جزاء يبقى هو افسد هجمه لصالح فريق النصر. فبالتالي بيخلي اللعب يستمر طالما هي قريبه من منطقه الجزاء. لكن هتلاقي الكره راحت عند تقريبا منتصف الملعب يعني لو كملتها طبعا هي ركله جزاء واضحه مفيش فيها كلام شوف الايد خارجه وممدوده ورايحه للكره يعني كل اعتبارات لمس اليد موجوده فيها. استلمها جوليان وبعد كده راحت المدافع ابها. تمام هي راحت بعد كده للمدافع لما راحت المدافع اوقف اللعب، هنا هيحسب ايه؟ يا اما في ركله جزاء يا اما هيعمل اسقاط وهيدي الاسقاط لمين؟ للاعب النصر في المكان اللي كان فيه وبالتالي ما كانش هيخسر نادي النصر اي حاجه من ايقاف اللعب في هذه الحاله. اذا مش مربوط ايقاف اللعب بان الكره تقف تخرج بره الملعب او يحتسب مخالفه. طيب الحاله اللي بعدها وطبعا هنا كان يمنح بطاقه صفراء وقرار صحيح يعني منح بطاقه صفراء ان الكره كانت تسجل مره. هنا هدف النصر الرابع حنشوف الان اللاعب كان في موقف سلل اللاعب النصر المهاجم ولكن الكره من وين جت شوفها من هنا يعني قد يصير نعم لعب ابها كانت ملعوبه ولا في اوضح من كذا لعب وبالتالي استمر اللعب وكان قرار جيد من المساعد تركيز عالي انه ما اعلن ولا حتى فكر يعلن لانه ممكن احد يتوقع انه ملعوبه المهاجم فما في شك انه واضح تسلل لكنه جاي من منافس مع ان المدافع يرفع يده نعم يرفع يده طبعا هذه عاده تعودوا عليها اللاعبين خلاص يعني لازم نرفع عشان يمكن نلخبط لكن اليوم في فار حتى لو ترفع الى بكره لذلك القرار صحيح لا يوجد ركله جزاء وكان التركيز عالي من المساعد الثاني لا يوجد تسلل حتى ابو زيد هنا لو المساعد رفع الرايه لازم الحكم يكون عنده تركيز عالي أكيد. لازم الحكم هنا يحاسب لو احتسبت مثل هذه الحالات يعني. الحاله اللي بعدها كابتن طيب هنروح بعد كده ل ايضا سقوط حاله سقوط وهنشوف هنا هل وصل المدافع للكره ولا ارتكب مخالفه نشوف هنا وصل للكره خلاص طالما وصل للكره
يعفى من اي شيء، اللي بعد كده كله هيبقى اندفاع ولن يحاسب الا اذا كان في فصل بين لعب الكره دي وحاله تانية فيها حاله مخالفه هي نفس الحاله، يبقى الوصول المدافع للكره هنا يعتبر استمرار اللعب هو القرار من حكم المباراه. وانا جماعه ابو خالد انا معك في، لكنه ممكن توصل للكرة بس باندفاع بدني قوي هنا طبعا مش معقول يعني. يعني لو المخالفة بدأت المخالفة اللي هي اللي يقصدها أبو زيد إن في اندفاع قوي فبدأت المخالفة من الأول وبعدين حصل الوصول للكرة، طالما بدأت المخالفة من البداية طبعا هيتحسن. الحالة اللي بعدها هنشوف آخر شيء انذار لاعب أبها في الدقيقة هذه الحالة الأخيرة في نعم الحالة الأخيرة نعم. نشوف من هنا كم لاعب من النصر، 3 مقابل 2 من أبها، بالتالي خطأ احترافي ليس بسبب الفاول او الركله الحرة يعني الخطا الدفع هو لا يوجد فيه تهور، شوف يعني مجرد يعني دفع عادي يعني لا يستحق بطاقه صفراء، لكن البطاقه الصفراء منحت لوجود هجمه واعده، ولو كان جت اللعبه اللونج اللي اوله حتشوف من هنا لو يوقفها لحظه الحصول الخطا بس وقف. شوف كم لاعب من النصر 2 مقابل 2 ورايحين قدام بعد ممكن مدافعين نعم كمان هناك واحد، اذا هنا الهدف وليس بسبب الخطا، انذار صحيح لمنع هجمه واعده لمصلحه فريق النصر. طيب ننتقل للمباراة كانت عادية والحكم كان أداره بشكل جيد هو طاقم المجري وبالعكس كان أداهم جيد. طيب